عايز اروح معاكم بقى للقطة اللي هي التركيز كله. التركيز كله يا جماعة. ايه هو؟ انتوا حضراتكم يمكن انا انفرد ومحمد صلاح هيكون معايا دلوقتي، انفردت معاكم بفضل الله بالدخلة بتاعة الزمالك، وانا قلت الدخلة دي مش هتعدي على خير. تيفو الزمالك كان في شيء من الذكاء الخارق من اللي عملوه، وكانوا مستهدفين بيه خروج إمام عاشور من التركيز. وأنا حزين جدا إن إمام ميبقوش عنده ثبات انفعالي، لأن يبدو إن شغل الترندات وشغل السوشيال ميديا أثر عليه سلبا. يعني لو جيت شفت التيفو بتاع الزمالك هتلاقي ورا دونجا حاطين إمام عاشور ببرنيطة كده مكسورة، واخد بال حضرتك؟ أهو لما تيجي مثلا تبص هنا شايف ده التيفو بتاع الزمالك أو دخلة الزمالك، هتلاقي ورا دونجا هنا، ورا دونجا لو أنت مركز معايا، ورا دونجا أهو ده إمام عاشور ومسك علم الزمالك، معناه إن هو زملكاوي. هم راكبين على الحتة دي، شايف هم راكبين على الحتة دي، أقربها لك، هم راكبين على الحتة دي، شايف هنا وضحت شوية، هم راكبين على الحتة دي وبيلعبوا بيه عليها نفسيا. حتى عمرو الدردير صديقنا العزيز والناس أصحابنا شغالين على الحتة دي، وبيضغطوا وبيضايقوا حتى الأهلوية، وكل شوية يقول لك إمام عاشور زملكاوي. ولسه عمرو الدردير حتى منزل حاجة بيقول له إيه، شد حيلك يا زملكاوي عشان تيجي تفرح معانا بالسوبر الإفريقي في بيت عقبة. فيبدو إن الموضوع ده بيحرك جوه إمام استفزاز ويطلعه، استفزاز ويطلعه بره التركيز. شاركينا انا حتى سالت الكابتن تامر عبد الحميد في الحلقه، قلت له هل ده ذكاء ولا غباء ولا ايه؟ قال لي لا، هي مش كده، هي استفزاز للولد وهو شرب الطعم. قلت له ازاي يعني شرب الطعم؟ قال لي لانه انا عندي صوره قديم بجيبها لكم، الكابتن تامر طلب يعرضها، انهم نجحوا في اللي عايزينه، وده يدل على ان مفيش خبرات، وإن هو تركيز إمام كله دلوقتي في السوشيال واللف على الحفلات والمطاعم والافتتاحات، واخد بالك أنت؟ قال لي هم نجحوا في اللي هم عايزينه. قلت له نجحوا إزاي؟ قال لي نجحوا لأن رد إمام عاشور بيقول إنهم نجحوا. ورحنا عرضنا الصورة دي أهي أهي، ده لما شاف التيفو والدخلة إمام عاشور، ده كان رد فعله، أول رد فعل من إمام عاشور على تيفو الزمالك. أنا بصراحة ما كنتش واخد لبالي، كابتن تامر قال لي بص هو بيقول لهم أنا أهلاوي وبيشير لتيشيرت الأهلي، ده حقه، ولكن هم نجحوا إن يطلعوا بره التركيز. أهو بص، نجحوا إن يطلعوا بره التركيز، هنا إمام بيشاور بتيشيرت الأهلي، خلاص بقيت حرب بينه وبين جمهور الزمالك. بيحاول يثبت إنه أهلاوي، وهم طول الوقت يقولوا له انت جواك زملكاوي، لعبه عيال. شايف؟ هو لما رد عليهم كلام تامر عبد الحميد صح، طلع بره التركيز، وهنا طلع خالص بره التركيز اهو. عندي صوره ثانيه دي مهمه جدا، اول مره انشرها. هو بيعمل كده، امام راح لجماهير الزمالك يعمل كده، امام راح لجماهير الزمالك يعمل كده، ومنعوا كهرباء. اهي الصورة، كان ما حدش يقول لك عبد الناصر بيتجنى. اهي. ومنعوا مين؟ منعوا كهرباء. اهو. منعوا كهرباء.
يبقى انت فقدت التركيز، عشان كده لعبت أسوأ مباراة. لعبت أسوأ مباراة ممكن يلعبها لاعب النهاردة، وكنت غير موفق بالمرة. يعني الدنيا ما بتديش إلا من يحترم نفسه ويحترم المنافس. كل حالة الغضب أغلبها على إمام عاشور وظهوره بالشكل السيء ده، إنه كل شوية قصة جديدة، حلقة جديدة، سهرة هنا، افتتاح هنا، الكل غضبان وزعلان. فده بس موضوع إمام عاشور والخروج برا التركيز، وعشان كده كولر غيره، لأنه كان يعني أوت أوف مباراة بالكامل، ما كانش عنده أي تركيز في أي حاجة.